الله يتغمد بعض أساتذتنا برحمته من فقهانا الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء قدس الله روحه. أتخطر أنا صبي وقرأت عدهم في مدرسته، فقرأت كلمة الحسين عندما خاطب أخته زينب، قالها: اعلمي إن أهل السماء يموتون وأهل الأرض لا يبقون. من خلصت صح لي تغمده الله برحمته، قال لي: يا ابني الحسين ما يقول هالشكل. قلت له: ليش مولاي؟ قال: الحسين ما يقول إن أهل السماء يموتون، لأن أهل السماء مو من جنس ما يموت، أهل السماء أرواح مجردة والأرواح المجردة ما تموت. اعكس العبارة، قول أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. تمام، لا يبقون، لكن لا يبقون مو معناه يموتون، نبه لي. فبدأ يشرح لي الله يقدس روحه.